صباحو يا جماعة، اليوم جيت لكم بخدعة جديدة. شي اخوات مثل ما عودتكم، بس ثائبت انه اليوم الساعة 7 الصبح حينزل الفيديو. So good morning ونهاركم سعيد. للعالم اللي عبالها تتعلم ماجيك كملوا الفيديو، للعالم اللي بهمها تشوفني كملوا الفيديو، للعالم اللي بتكرهني شوفوا قد عم بتطور. راح تكون يمكن خامس او سادس ابيزود تبعنا على التشانل. So بالبداية بينخلط الورق، يتنقى ورقة عشوائية من النص اللي هي in this case قص البستونة. ينحط القص بالنص and we're ready to go. منقطع مرة ومنخلط مرة. معروف بالتريمف انه شخص بيربح على طول. That's the triumph. في شخص على طول عم يربح. خد الورق بخلطه face up into face down. بعمل chaotic way. Face up into face down. Okay, you can see the situation. It's a mess. فيكن تشوفوا face up into face down، فيكن تشوفوا back to back، فيكن تشوفوا face to face، any card except watch. صار كل الورق face up من عدا ورقة واحدة اللي هي نحنا نقيناها which is the ace of spade. أكيد عبالكم تعرفوا كيف انعملية، تابعوا الفيديو للآخر. يلا This is the best channel boy. بلش ننقي ورقة عشوائية من النص. Let's suppose the nine of spades. تسعة البستونة. تسعة البستونة كرمال ما تعشقوا على حالكم، فيكن تعملوا double undercut لتصير التسعة on top، او فيكن دغري تحطوها تخلطوا الورق كأنه شيئا لم يكن، صارت التسعة on the bottom. كيف عملت هالخبرية؟ سحبت التسعة، كبيت ورق فوقها وخلطت عادي overhand shuffle. هون بتصير الالوجن الكبيرة، هون بتصير الالوجن الكبيرة لما بيتاخد ورق بطعج الريست باخد بطعج الريست باخد بطعج الريست باخد بطعج الريست باخد بطعج الريست لحديت ما اوصل لاخر ورقة يلي هي السلكشن تسعة البستونة. اوكي، بحطها اون توب، بترك الكيوتك واي. خليهم يشوفوا العالم قديه مخبص انا بالدك. اكشلي ماني مخبص. The thing is في عندي نص الداك فيس اب مع ورقه الاسبكتيتور ونص الداك فيس داون يلي هي انا بحاجه لها. اوكي، ليه بحاجه لها؟ تو كيب ذا ناتشرال بريك. ما بعرف اذا شايفين الزيح، هي بسموه ناتشرال بريك ان ماجيك. كل علي اعمله اخذ ربع الورق فرجه فلاشز انه الورق مخربط فيس اب انتو فيس داون، بقطع على الناتشرال بريك. انا وعم بقطع على الناتشرال بريك هون بدي كب فيس اب، اخر باك تذكره بدها تنكب فيس اب، وفيكم تفرجوا اكيد في فيس اب فيس داون. كل علي اعمله فرجه انه كل الورق فيس اب من عدا ورقه واحده يلي هي تسعه البستونه. جايز خلص الفيديو. يا خلص اربع قصص. لايك اذا حبيتوا الكونتنت وسبسكرايب. ذا سكند ثينج اللي عنده حيلا سؤال وي ار يورجو. ذا ثيرد ثينج نحن عم نعلم، نحن انا والحيطان انا عم علم، ما بحب كلمه انا، ذاتس واي قلت نحن. نحن عم نعلم التكنيك المضبوطة الرائعة يلي بنقدر نكتسبها من البوكس. Okay. Have a blessed day. يلا.